الأوسمة الملكية أنا راه درت واحد الملاحظة، لأن هذا القانون هذا بزاف الناس ما كتعرفوش. الأوسمة فيها نوعان، فيها الأوسمة الوطنية وفيها الأوسمة الخصوصية. عندنا واحد الظاهر ديال صدر في 5 يونيو 2000، هذا الظاهر الشريف يتحدث عن الأوسمة الوطنية. شنو هي الأوسمة الوطنية؟ كاين الوسام المحمدي، وسام الاستقلال، وسام الولاء، وسام العرش، وسام العسكري، الكفاءة الفكرية، وسام الاستحقاق العسكري، وسام الاستحقاق الوطني، وكاين الوسام العلوي، ومن بين هذه الأوسمة كذلك وسام المكافأة الوطنية اللي هو خداتو دنيا باطمة. هذا الوسام ديال المكافأة الوطنية شنو هو؟ يمنح للأشخاص الذين يتميزوا على الخصوص باستحقاقهم له أو لما قدموا من خدمات مدنية أو عسكرية. هي خدات هذا الوسام. طبيعة الحال المادة 21 من هذا الظاهر كتقول بأنه يشمل وسام المكافأة الوطنية خمس درجات، فيه خمسة درجات. الدرجة الأولى زعما كتسمى الدرجة الممتازة، ثم كاين الدرجة الأولى هي ضابط كبير، والدرجة الثالثة قائد. هي خدات الدرجة الرابعة والثالثة، خدات من فارس وضابط. دونك هي كانت عندها يمكن هذه 6 سنوات خدات المكافأة الوطنية من درجة فارس، وهذه 4 سنوات خدات درجة من درجة ضابط، يعني مكافأة الوطنية من درجة ضابط. دونك هادو اللي عندها. شنو اللي تيوقع؟ إذا رجعنا لهذا الظاهر تلقاو فيه واحد الفصل الرابع كيهضر على التأديب، كيبدا من المادة 82. هذا التأديب تيقول لك تطبقوا العقوبة التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية. داكوغ. العقوبة التأديبية شنو هي؟ كاين التوبيخ أولا، وكاين التوقيف، وكاين الحذف. ويصدر رئيس ديوان الأوسمة العقوبتين الأولى والثانية بعد موافقة مجلس الأوسمة. دونك عندنا مجلس الأوسمة هو اللي كنعتبروه المجلس التأديبي اللي كيدير هذه العقوبات، والرئيس ديال ديوان الأوسمة هو اللي كيتكلف بالتوبيخ والتوقيف، يعني يبلغ ذلك المعني بالأمر إلى السلطات التي أحالت القضية على رئيس الديوان، حيت كاين السلطات اللي كتحيل المسألة على رئيس ديوان الأوسمة. ما غاديش ندخل بزاف الإجراءات لأن هي إجراءات نوعا ما اللي فهمتي معقدة، ما غاديش غتهتم يهتموا بها فقط المتخصصين، ولكن للعموم تحال هذه المساله بما فيها الحكم دابا اللي دانها بعقوبه حبسيه نافذه، كتحال على هذا المجلس ديال الاوسمه، وهو كياخذ القرار بطبيعه الحال من بين تلك العقوبات، ويمكن يكون فيها الحذف لانه راه في العقوبه الثالثه كاين الحذف. دونك توبيخ، توقيف والحذف. دونك اللي كياخذ هذا القرار هو المجلس ديال الاوسمه، اللي كيقدر ياخذ بطبيعه الحال وكيعطيها الامكانيه ديال اي واحد راه كيتبلغ وعنده الامكانيه انه يدير مذكره، يعني يكتبها شخصيا او عن طريق محامي للدفاع عن يعني نفسه امام هذا المجلس. وهذه مساله اللي كترجع للمجلس ما يمكنناش نعرفوها حنا او نستبقوا فيها. فقط اللي كاين هو ان الا مشى حتى تحكم عليها بتجريد من احد اوسمه المملكه كيترتب عليه السحب النهائي للحق في حمل كل وسام مغربي او اجنبي، ويمكن ان يكون التوبيخ مصحوبا، يعني هذاك التوبيخ اللي كيدار من ما دارش الحذف دار التوبيخ، يقدر يكون مصحوب بتجريد المؤقت من التمتع بالحقوق والامتيازات التي يخولها الوسام مطبق من اجل هذا الاجراء. دونك هذه مساله اللي كتبقى فيها السلطه التقديريه ديال مجلس الاوسمه باعتباره هو المجلس الذي يبث في كل هذه المسائل المتعلقه ب ب ب ب بالاوسمه الملكيه، الناس الحاملين للاوسمه الملكيه الذين يخلون بالشروط من بينها هذه الاحكام اللي كتكون ماسه بالشرف وماسه بالسمعه ديال هذا الفنان. مثلا هذا الفنان عندنا في هذا الملف اللي خدات وسامين وارتكبت افعال في نظر القضاء تعتبر اعمالا مجرمه، وصدر في حقها حكم نافذ، يعني عقوبه حبسيه نافذه. لا بطبيعه الحال لانه خاصه يتحل الملف على مجلس الاوسمه، ويجب ان يتخذ في حقها المتعين. بطبيعه الحال هم عندهم السلطه وهي عندها المكنه ديال الدفاع عن النفس امام هذا المجلس بالطرق المتاحه بطبيعه الحال في القانون، ولكن ماشي تلقائيا.